ب 150 جنيه. عايز اقول الوانه متاحه 150 جنيه قمر سلوبيتا كتان قطعتين بالشميز ب 120 جنيه. انا برضه هيبقى ب 150 جنيه. 50 جنيه الوان متاحه ده بيزك بالجوردن بتاعه ب 150 جنيه. 50 جنيه تحفه. ده دي زراير لحد الاخر دي نص بس. شيكه ب 150 جنيه. والله انا ب 150 جنيه. 150 جنيه سلوبيتا بالجوردن بتجزع ب 150 جنيه برضه. 50 جنيه قمر كسر اسعار اللوكس يا جماعه ب 150 جنيه شيكه وكل ده ب 150 جنيه. 150 جنيه جيمبي سوت بالاستنشن ب 50 جنيه قمر والله يبقى ب 150 جنيه قمر. كل الوانه موجوده وعامل 120 جنيه. 150 جنيه تحفه ده عامل معانا 120 جنيه برضه. كل ده معانا ب 150 جنيه كده ب 150 جنيه. عايز اقول لكم عظيم تحفه ده هيبقى ب 130 جنيه. ده برضه ب 120 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. النهارده مكه يا جماعه كسر اسعار دريلك كتير جدا وحد لنا الاسعار ل 150 جنيه. تشكيل كبير جدا النهارده عند مكه. تابعوا الفيديو للنهايه لان في حاجات نازله لنص ثمنها كمان. بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عروضنا واسعارنا النهارده. المره دي بقى دريسات موديلات تانية مختلفه يا حسني كلها جديده. 150 جنيه كل جديده تمام. وعايز اقول الشغل ده كله لوكس يا حسني. تمام كل حاجة. تمام هنبدا بيه معانا. عايز كده بصوا بقى الدبل كلوش ده معانا هيبقى ب 150 جنيه. عايز اقول الوانه متاحه يعني اي موديل هتشوفوه الوانه متاحه. في حاجات كميات صغيره ما جبناهاش معانا في العرض تمام عشان بس ما حدش يجي ما يلاقيهاش. فالحاجات دي في منها كميات والوان على 150 تمام. في زباين برضو بتطلب اوردرات. بصوا حلو جدا وده معانا على 150 دبل قلوش ده شيفون مبطن. قبل اي حاجه انا بفتح من الحد اللي عايز يجيبه كده يجي تمام. بتيجي من الحد خلاص تمام هيفتح الحد. بصوا كده معانا. بصوا حاجه زي كده برضو ب 150 جنيه ده تحفه. دي الخمليات شيفون البابل يا جماعه مقلمه كده تحفه حلو قوي ونازل على كلوش كمان من تحت وكل ده ب 150. الوان برضو متاحه منه. ده بناتي. ده بناتي مقاساته صغيره. ده صك تمام. وانا ده صك. ده صك. الخمل اللي فوق رويال واللي تحت ايه اسكوبا. اسكوبا وده برضو ب 150 بالوانه. المقاسات تقريبا تلبس معانا كده يا حسني 80 85. لا 70 75. 70 75. كله 70 75 يعني لبس لارج اكس لارج مش اكتر يا جماعه. ما فيش حاجه فيها مقاسات اتنين. لا كله لارج واكس لارج تمام. وده معانا برده هيبقى ب 150 جنيه. ده زي الاولاني بس الرسمه مختلفه. الرسمه مختلفه تمام. بصوا من فوق برده كده حلو قوي وده معانا ب 150 تمام. بصوا ده برده على دبل قلوش وده معانا ب 150 جنيه تحفه ده. تسلم ايديك. كل المقاسات يا جماعه هنا تلبيس 70 75 مش اكتر. بصوا كل ده معانا اهو زي ما انتم شايفين عامل معانا 150. تسلم ايديك. ده رويال كله يا جماعه. الوان برده متاحه من كل ده يا حسني. كل الوانه متاحه. دي الخامه مختلفه والشكل مختلف بس واخده برده نفس الايه الاكسسوارات اللي فوق دي بالكشكشه الكم استك شيفون وكل ده معانا ب 150 جنيه تمام. ده اللي هو زي الملحفه بيتلف من ورا وده شيفون مجزع ب 150 جنيه برده. حلو قوي ده برضه. وعايز اقول لك ده يلبس 75 80 لو هي طويله بس احنا بنخلينا في المرتاح يعني. حلو قوي قوي. تسلم ايديك. بصوا كده برضه كل ده يا جماعه ب 150 جنيه. انا هقرب لكم من ده لاني تحفه قوي. كاروه حلو جدا واخد من هنا بومبيه بكسر كده شكله شياكه وكل ده معانا ب 150 تمام. بصوا ده بقى الشيفون ده ينفع مناسبات قوي يعني شيفون ساده. بصوا دبل كلوش ب 150 جنيه تحفه. حلو قوي. والابيض والكشمير منه والمنت صح؟ تمام. يعني الابيض ينفع كمان لحنه لكتب كتاب فهيبقى تمام قوي. دي سلوبيتا بالجاكيت بتاعها. بصوا تمام. بصوا سلوبيتا بالجاكيت بتاعها عامله معانا 150 جنيه. انا بس عايز اقول لهم ان دي كميات من الفيديو اللي فات تمام كميات كتير قوي. بصوا كده معانا هنا ينفع كمان شميز عليها من هنا وتستخدموا الجاكيت في اي حاجه ثانيه. ينفع تلبسوها على الجاكيت عادي كده شكلها شياكه وكل ده ب 150 جنيه. موجود لسه منها كميات برده. ده تحفه تحفه. ده منتش هقرب لكم ب 150 جنيه قمر والله العظيم حلو جدا على كلوش. اديني وشها معلش ثاني كده يا حسني. بصوا الجمال من هنا واخده اكسسوارات وحاجه تحفه وينفع مناسبات. وده اللي هو الشيفون المنتش حلو جدا تمام. الوان متاحه من كل ده تمام. ده بليسي من تحت برضو. ده تل مبطن صح؟ تل مبطن تمام. وكل ده معانا عامل معانا 150 جنيه. حلو جدا. هقرب لكم بس تشوفوا عشان ايه. ده بناتي تلبيسه صغير يعني. وهنا استك وده نازل على بليسي من تحت. بصوا معانا كده. انا هقرب لكم بس قبل ما نشوف الموديل كله. هنا استك والوسط معانا استك. الالوان بتاعته درجه دي يعني فاتح على غامق صح؟
الوانه كلها موجوده، يعني قصدي اللون مموج كده تحسه فاتح في غامق، كل الوانه موجوده. افرد لنا بقى الكلوش كده، بصوا ده معانا برده هيبقى ب 150 جنيه تحفه، ده حلو قوي ده، بجيد الالوان المدرجه فاتح في غامق. سوارهات سكوبا الوان برده، وكل ده معانا ب 150 جنيه احمر وكشميري وفوشة. تمام ب 150 جنيه. طب والله يا بلاش، بصوا كده الكم معانا، بصوا القمر حلو قوي قوي تحفه. لا والابيض بتاعه ينفع كاتب كتاب رسمي، يعني حاجه كده محترمه. لا وخامه سكوبا تقيله محمله الناس المحجبات اللي ما بتحبش الشيفونات. بصوا الكشمير بتاعه اهو. تمام دي عايز اقول لك حلو قوي قوي. بصوا دي ب 150 جنيه برضو قمر، حلوه جدا دي. انا بقرب لكم بس من الخامه، وكلها بناتي تلبس صغير يعني. بصوا انا عايزه بس اقرب لنا كده يا حسني، بصوا الخامه مفرغه ازاي، حلوه جدا ونازله على كلوش من تحت، والكم كمان بومبيه ب 150. بصوا كده برضو الدرس ده برضو يا جماعه يبقى ب 150 جنيه شياكه. هو انا لسه هقول ده مش تحته شميز، ده قطعه واحده بس تشوفوه تقولوا تحته شميز، والله حلو قمر. تمام تسلم ايديك. ده يلبس 80 للامانه، وده معانا ب 150 جنيه، الوان برضو متاحه. طب والله العظيم حلو قوي قوي. عايز اقول لكم دي براندات ومصانع عاليه كسر اسعار، وكل ده معانا هيبقى ب 150 جنيه. ده بكام؟ خلي وشه ليا بقى ناخد سكرينات. بصوا القمر ده يا جماعه والله العظيم تحفه، ده هيبقى ب 130 جنيه مش 150، ده ب 130. تمام بصوا ده ينفع مناسبات قوي ب 150 جنيه. بصوا الشياكه ب 150 جنيه والله تحفه. خدوه مناسبات يعني، خدوه عينهم مناسبات، حلو قوي. خروج يمشي برضو، سهره سوارهات والله يمشي. بصوا ده قطعتين ولا القطعه الواحده؟ ده قطعتين. ده بيزك بالجاردن بتاعه ب 150 جنيه، والبيزك اللي تحت سكوبا مش الخامات اللي هي الاقطان، لا ده سكوبا حاجه محترمه يعني. يلبس ايه؟ 80؟ 85. احنا قلنا في اول فيديو في حاجات 85 و80، قلت لا كله 70، بس انا في موديلات شايفاها وعارفه ان هي تلبس 80، عشان كده كنت بقول لكم. بصوا حاجه زي كده برضو، ده بناتي، خلي وشه ليه معلش، موجود منه لحد 2 اكس، وعامل معانا برضو 150 جنيه، ده اللي هو الشيفون البابل 150 جنيه. تمام. طب انت مقستكها لنا ليه طيب؟ دي قطعتين برضو صح ولا قطعه واحده؟ لا قطعتين. بصوا يا جماعه البيزك كوت وعليه الجاردن بتاعه، وقطعتين معانا ب 150. عايز اقول مش ثمن الجاردن اصلا لما كان في الاول، يعني دي مش بثمن الجاردن ده اصلا. بكم؟ ب 120 جنيه. طب والله العظيم تحفه، ده قطعتين. لا استنى لنا على دي وفرد لنا الكلوش كده. بصوا يا جماعه دي سلوبيتا كتان قطعتين بالشميز ب 120 جنيه، الوان برضو متاحه. انا عايزه اقرب لكم بس تشوفوا الشميز نفسه منقوش اسكوبا، وهي كلها كتان، وكل ده ب 120 جنيه. بصوا الوانها كلها متاحه، احمر واصفر وال اسمه ايه كافيه يا جماعه، ثلاث الوان منها على 130 و120 120 سوري. بصوا الكافيه بتاعها تحفه، بصوا كتان بالشميز بتاعها ب 120 120 لبناته، ده برضه ب 120 جنيه. بصوا الدرس القمر ده هيبقى ب 120 جنيه، بنات اللي هو يلبس 70 75. تمام 120 جنيه. بصوا معانا ده برضه، ده برضه هيبقى ب 120 جنيه قصدك وسط، بس بنات. في منه مقاسات ولا لا؟ لا مقاس واحد، يبقى يلبس 70 كيلو يا جماعه، عامل معانا 120 جنيه برضه. تمام تسلم ايديك. 120 ده يلبس معانا 75 80 لو انت طويله، وعامل 120 جنيه تحفه، ده ب 120 ده حلو قوي. دي اللي هي السكوبا برضو يا جماعه، يمشي معاكم شتوي وخريفي. كام؟ 150. ده ب 150. عايز اقول لك ده قمر والله العظيم حلو قوي، ده مناسبات، مناسبات وخروج وكل حاجه. بصوا معانا ب 150 جنيه شيك. انا عايزه بس اوريكم هنا ان ده شيفون مطرز، وده شيفون برضو بس مجزع، واخده طبقه من تحت كده كلوش. اللهم صل وسلم وبارك عليه. التل ده انا بحترمه في النقشات بتاعته في شياكته. القمر ده ب 150 جنيه، موجود منه لحد 2 اكس، عامل معانا 150 جنيه، تلبس لحد 85 كيلو. انا عايز اقول لكم بصوا الكم عامل ازاي يا جماعه، حاجه كده تحفه تحفه. بصوا كده معانا برده حاجه زي كده، ده برده هيبقى ب 150 جنيه قمر، ده مقاس واحد اللي هو يلبس 75 70 75، وعامل 150 جنيه. بصوا المقاس معانا اهو برضو، يلبس 70 75 يا جماعه،
وعامل معانا 150. دي سلوبيت. اه دي جيم بسود عامله زي ما يكون فيها استنشن كده يعني. بصوا تحت السلوبيت عادي وفوق استنشن كده اسود. بصوا دي برضه هتبقى ب 150 جنيه جيم بسود بالاستنشن بتاعها ب 150. تمام تسلم ايدك. بصوا ده تحفه ده. ده كتان ولا ايه؟ ده كتان يا جماعه ب 150 جنيه. لا افرد لنا الكلوش بس. افرد لنا كده وارجع لنا سنه يا حسني. بصوا يا جماعه ده فستان كتان عامل معانا 150 جنيه. ده الشياكه ده والله. استنى لنا انت مستعجل ليه النهارده؟ عايز تفطر صح؟ بصوا حلو قوي قوي قوي. تحفه ده. تسلم ايديك. بصوا معانا القطعه دي برضو تنفع معانا سوارات قوي ب 150 جنيه. طب والله قمر انا هقرب لكم بس كده تشوفوها. بصوا الجمال ده على دبل كلوش وكل ده معانا ب 150 جنيه. ورينا كده المستردة ينفع مناسبات برضو. تمام اهو. ترجع لنا بقى وفلد لنا الكلوش كده. بصوا الشياكه دي يا جماعه كلها بصوا ب 150 جنيه قمر كسر اسعار اللوكس يا جماعه ب 150. خليك فردها لنا بس. بصوا الجمال ده كله ب 150 جنيه. تمام. اه دي قطعتين بالبيزك برضو جاردن بالبيزك السكوبا بتاعه وقطعتين زي كده ب 150 جنيه. عايز اقول لكم ولا 280 في الايام العاديه. كانت ب 330 دلوقتي بقت ب 150. تمام. ده تصفيات كده حرق اسعار مش تصفيات يا حوزي. بصوا الجمال ده كله 150 جنيه. الوان متاحه ينفع معانا برضو مناسبات. الوانه كلها متاحه ب 150. دي سلوبيت جنب سوب برضه. دي جنب سوب برضه يا جماعه بالاستنشن رسمه ثانيه وكل ده ب 150 جنيه وبس. جنب سوب بالاستنشن بتاعها. تمام. دي سلوبيت. دي سلوبيت بالجاردن برضه وقطعتين منفصلين وعامله 150 جنيه. سلوبيت بالجاردن بتاعها يا جماعه سكوبا. تسلم ايديك والله العظيم تحفه وتمشي معانا شتوي لو عليها جاكيت كمان فحلو قوي. والجاردن تسيبوه والبيج بتاعها. انا عايز اقول لك الجاردن لوحده ب 150 لو بيتباع والله العظيم حلو قوي. كل ده يا جماعه ب 150. ده الوان كتير منها واشكال كتير كل ده على 150. تسلم ايديك. الجاردن عايز اقول لكم اللي هو الشيفون المجاز ده عده تحفه. بصوا كده معانا ده رويال. ده رويال كله عامل معانا 150 جنيه برضو. اللون الاصفر ده اللي بيتغير مع شكل لون الشمس ده صح كده. تمام. دي قطعتين برضو جاردن بالبيزك بتاعه عامل معانا 150. مقاسات يتلبس ايه؟ يتلبس 85. 85. بصي اللي بتختلف الزراير من دودي. اه الزراير. الزراير والحزام ده لا دي اه دي زراير لحد الاخر. دي نص بس. دي بحزام. دي من غير حزام ولا بحزام قماش؟ حزام جلد. وكل ده ب 150 جنيه. 150. تمام. وكل موديل بتشوفوه الوانه متاحه وفي حاجات هنا ما فيش منها كميات ما اتصورتش. فانتوا ممكن تيجوا تعجبكم حاجه من الكميات الصغيره دي. كل ده برضه ان شاء الله قبل زمان الجمله ما تيجي. تمام. هو الفيديو هيتذاع بكره يعني. أيوة معمول النهارده هيتذاع بكره الحد. في زمان بيجي الحد ان شاء الله. تمام ان شاء الله. كل ده ب 150. في دي برضه. بصوا الجمال ده كله. اه ده ستانات يا جماعه ب 150 جنيه قمر. قمر ب 150. تسلم ايدك. حلو قوي على 150. تمام. بصوا ده برضه. ده واخد كلوش من تحت كده شكله حلو قوي وبالليسي كله وكل ده معانا ب 150 جنيه. تسلم ايديك. تعبتك معايا وشكرا جدا على الفيديو ده يا حسني. النهارده عند مكه عامل لنا كسر وحرق اسعار لشغل عالي. كل فتره بنيجي نصور لكم شغل احلى من اللي قبله كمان وكل ده كسر اسعار يمكن لنص ثمنه. العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. احنا دلوقتي موجودين في قلب ميدان العتبه وده الجراج وده سنترال العتبه. هنوصل ازاي اصلا؟ هنركب مترو من اي مكان وننزل محطه مترو العتبه. اول ما هننزل محطه المترو هنخرج على طول هنلاقي ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. اول ما هنخرج ان شاء الله هتلاقوا الجراج على السنترال كده على الشمال والجراج على اليمين زي ما انتم شايفين. هندي ظهرنا طبعا للجراج والسنترال. هنلاقي في وشنا على طول ده فندق الاندلس. انا بديكم علامات مميزه عشان ما تسالوش حد خالص وانتم رايحين ان شاء الله. ده فندق الاندلس. هنمشي على طول لحد العمارتين اللي داخلين على بعض قدامكم دول اللي على اولها العربي سليمان. انا همشي معاكم برضو بس اعذرونا بقى الشارع كان زحمه جدا. احنا كده في قلب الرويعي. هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده لا هنحود يمين ولا شمال لحد ما يقابلنا اول تقاطع. الشارع ده بقى هتلاقوا فيه كاجوال كتير. الشارع اللي احنا فيه ده فيه طرح فيه شنط فيه كمان فروشات شنط مستورده باسعار حلوه جدا جدا خامات عاليه. وفيه كمان بتبقى شنط شعبي. معانا كمان شغل الكاجوال وانتم ماشيين كل دي فرش موجوده زي ما انتم شايفين كده. هنفضل مكملين
وهنمشي لحد ما ندخل الرويعي مع بعض كده. بصوا لا نحود يمين ولا شمال، بصوا ملابس بيتي، شنط، شوزات، ملابس كاجوال، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه ان شاء الله وانتوا ماشيين كده. اول ما يقابلنا اول تقاطع زي ما انتوا شايفين كده هنحب بس يمين علشان نوصل معاكم. بصوا اول ما حودنا يمين كده، بصوا هنفضل مكملين، معلش هي حته صغيره بس المكان زحمه جدا، هنفضل مكملين وهنمشي. بصوا اعذروني على التصوير النهارده، كان المكان زحمه جدا لحد ما نوصل عند محمود يحيى رشدين. احنا على طول بنخش الممر اللي جنبه اللي هو ممر الزهور. هنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين وهندخل الممر ده اللي هو ممر الزهور زي ما قلت لكم. بصوا هنا كمان هوريكم مكتب يا مسهل بتاع الشنط اللي انا بصور منه على طول، شنط حلوه واسعاره حلوه جدا، جمله وقطعي سعر واحد. هنكمل ونمشي، الممر ده اسمه ممر الزهور عشان فيه كافيتيريا الزهور، وهوريكم كمان مدخل العماره بتاع مكتب يا مسهل بتاع الشنط ومكتب كمان حماده ابو العز بتاع اللانجري. بصوا اهي العماره دي، مكتب يا مسهل ومكتب ابو العز بتوع اللانجري في العماره دي في الدور الاول علوي. هنكمل ونمشي على طول، انا حبيت بس انوه كده عن المكان عشان اللي حابب يعرفه برضه. هنكمل زي ما انتم شايفين وهنمشي، هنلاقي على طول اول ما تطلعوا من الممر ده في وشكوا على طول مكتب مكه بتاع الكاجوال. مش هتحتاجوا تلفوا كتير ولا تمشوا، ده مكتب مكه اللي عملنا منه الجوله النهارده لما تروحوا اسالوا عن الصيف التصفيات. تمام، جنبه كمان اولاد زكريا بتوع الكوتشي زي ما انتم شايفين، وجنبه اللي على ده على اليمين اولاد زكريا، وعلى الشمال هتلاقوا برضه انطونيو مجره، دول ناس معروفين ومشهورين جدا في العتبه ومكه على طول في الوسط بين اولاد زكريا وبين انطونيو مجره. ده المكتب اللي عملنا منه الجوله وهتاخده بنفس اسعار الفيديو برضه، وعنده شتوي لوكسيا، كل الشغل اللي عنده لوكس سواء تصفيات او بالاسعار العاديه الشتوي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.